المطربة أصالة، أول سؤال أحب أسأله لك هو عن بداية احترافك للغناء، كانت إزاي؟ يعني أنا بعتبر بداية احترافي هو ألبومي الأول لو تعرفه. بس أنا بديت غني من فترة طويلة. والدي مصطفى نصري مطرب سوري، فهو علمني، أنا عودت الصوت عنه. فبدأت غني وأنا عمري 8 سنين تقريباً، غنيت أغاني الأطفال وبعدين عملت الأغاني الوطنية الخاصة بسوريا، وبعدين عملت الأغاني الوطنية العامة للوطن العربي. ومؤخرا من حوالي 3 سنين شاركت ببرنامج اسمه سهرات شرقية لمخرج عربي، غنيت من خلاله أغاني ألحان ملحنين سوريين وشعراء سوريين، وغنيت أغنية للسيدة أم كلثوم هي لسه فاكر، وكنت معروفة من خلالها وانحبيت من خلال الأغنية يعني من حوالي 3 سنين ونص تقريبا. وبعدين عملت لو تعرفوا، هذا كان أول ألبوم لألي بينزل بالوطن العربي لو تعرفوا، الشيخ سيد مكاوي. حضرتك ذكرتي أن والدك كان مطرب سوري الأستاذ مصطفى نصري، فكرتيش تعيدي تقديم ألحانه بصوتك؟ يعني من فترة طويلة ما كان في مجال بحكم عمري، يعني تركني بابا كان عمري 15 سنة، ووقفت أنا فترة طويلة حوالي 3 4 سنين. يعني لما تركني عمل أثر كبير بنفسي، يعني بحكم أني كنت رفيقته، كنت معه على طول حتى بمشاوره الخاصة. فرحيله عني يعني بكير عمل أثر كبير بنفسي وما زال يعني. فهلأ بألبوماتي الجديدة إن شاء الله بس أنا أكون معروفة للجمهور العربي، أكون مشهورة بالوطن العربي إن شاء الله يا رب. فبغض ممكن أفرض أنا نوعية الأغاني اللي بحقدمها، بس أنا بالبداية كان المفروض أتعامل مع ناس ملحنين كبار شعراء كبار حتى نعرف من خلالهم. بس إن شاء الله مستقبلا حجدد أغاني والدي هي لملحنين سوريين معروفين، وبكل ألبوم لألي حأعمل أغنيتين لوالدي بإذن الله هاي التوزيعهم، ونزل أغنية من أغاني بصوته وبنزل أغنية تانية أنا بتوزيع جديد بصوتي أنا إن شاء الله. مطربة أصالة ممكن نسمع صوتك من خلال لحن لوالدك، أظن دي كانت أمنية هو كان يتمناها. يعني تحبي أغني لك هلا مقطع؟ حاضر. كم صارت مولى يا ليش ترحلوا يا هالسوم يا ضلوا حواليا قلبي لا عندي السوم بعد مراسيله اليوم قبل العصر عيني ضوى ناديله خايف بليل العمر عيني تخلص مواويله وما نشوف بقت زهر عيني من ايدين حوري.